السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية سكيكتا لنقف على مشاريع سكنية جديدة ونفس الملاحظات هي دائما مشكلة التهيئة العمرانية أولا، ثانيا مشكلة التواصل ما بين الأحياء وربط الأحياء هذه بشبكة الطرقات، ثالثا مشكل الاخضرار وغرس الأشجار وتوفير المساحات الخضراء أكثر مما هو موجود. يعني حاليا المساحات الصغيرة هذه ما بين العمارات لازم تكون مساحات خضراء وأشجار. وكذلك رابعا هو الشكل العام نتاع العمارات المربعات هذه، لازم نقص من عدد تاع الطوابق ونروح للبناء الأفقي. يعني في اقصى حالات لازم ما لازمش نفوت في الطبقات. هذه هي ان شاء الله. انا هذه احنا ما نعياش نبقى نكرر نعاود ونكرر المسؤولين حتى نكرها لهم حياتهم. هذول المسؤولين اللي قائمين على العمليه تاع الاعمار بصفه عامه لازم مراعاه المقاييس الدوليه، وخاصه المدن. نشوف المدن الجديدة اللي راهي توجد في آسيا، في دول آسيا، الشيء لازم ناخذوها نعتبره منه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.